أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف التحرير من نيويورك مقر الأمم المتحدة إلى جنيف، حيث مجلس حقوق الإنسان وصولا إلى مدريد وباريس وغيرها من العواصم العالمية إجماع يترسخ يوما بعد يوم على تصاعد الانتهاكات بحق المحتجزين في مخيمات تندوف، والتي وصلت إلى نهج تعمل به ميليشيا البوليساريو بمباركة من دولة الجزائر. في جنيف نظمت فعالية مدنية حلقة نقاشية بتنسيق مع المجموعة الدولية للدبلوماسية المدنية على هامش أشغال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان، ندوة ناقشت حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين، حيث أجمع المشاركون على الانتهاكات المتواصلة وعلى رأسها تجنيد الأطفال، لينضاف ذلك إلى شهادات حية قدمها فاعلون خلال اجتماعات اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة في كشف جديد للوجه الحقيقي للبوليساريو. للحديث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع رحب باسمكم بالسيد محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، والذي ينضم إلينا مباشرة من مدينة العيون. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، تحية لك وللمشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد سالم، كيف تنظر إلى هذا النقاش الذي اليوم أصبح يتصاعد على مجموعة من الأصعدة إن صح التعبير، اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة وشهادات حية ممن خبروا الانتهاكات الحقوقية لجبهة البوليساريو، إضافة إلى مجلس حقوق الإنسان وهذه الندوات التي تقام على هامش الدورة 56، إضافة إلى مجموعة من الكتاب والحقوقيين الذين يكتبون المقالات ويقدمون التقارير في عواصم عالمية لها وزنها على مستوى الصراعات الدولية، أي أثر لكل ما يحدث؟ لا شك على أن هذا الوضع الاستثنائي الذي تشهده مخيمات تندوف ما يتعلق خاصة بمصادرة الحريات وكافة الحريات والحقوق الأساسية بشكل يعني ربما يشكل حالة استثنائية في سياقات القرن 21، يفترض أن تكون مرفوضة ويفترض أن تجابه بالشجب وبالإدانة خاصة على المستوى الحقوقي والإنساني. نتحدث عن مصادرة الحريات المدنية والسياسية، حظر الأحزاب، حظر الجمعيات، نتحدث عن حالات اغتيال، عن تصفيات جسدية، حظر كافة مظاهر الاحتجاج السلمي، حظر مصادرة أيضا حتى للحقوق أو حرمان من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية خاصة تلك المترتبة على وضعية اللجوء. بالتالي نحن نتحدث بالفعل عن وضع استثنائي كانت في السابق تغطي عليه تلك الدعاية السياسية وتلك البروباغاندا التي كانت توظف شعارات التحرر والثورة والتقدمية واليسار إلى آخره، لكنها اليوم عصر الصورة، عصر الانترنت، عصر القرية الصغيرة، اليوم باتت تفتضح وبات تفتضح حتى طبيعة هذا المشروع الانفصالي المتخلف الذي يتعارض طبعا مع تلك الشعارات، ولكن أيضا يتعارض مع قيم الإنسانية، مع قيم الحرية، مع كافة المبادئ الأساسية التي تجتمع عليها الأمم المتحدة مع كل مواثيق، مع كل الأعراف، مع يعني جوهر القانون الدولي، جوهر الشرعية الدولية. اليوم للأسف رغم النداءات المتتالية، رغم التقارير التي ترفع عن طرف المنظمات، رغم الشهادات الحية التي تقدم في المحافل الدولية، في أشغال اللجنة 24، في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف، في غيرها من الفعاليات الدولية، إلا أنه للأسف كل هذه الجهود تصطدم بنفق مسدود، بحجر عثرة، وهو غياب الإرادة السياسية لدى صانع القرار الجزائري ولدى الدولة الجزائرية في معالجة هذا الوضع الإنساني والحقوقي المتدهور والمتأزم في مخيمات تندوفت بذريعة واهية، وهي على أنه الدولة الجزائرية لا تمارس سلطتها على تلك المخيمات وعلى أنها تفوض سلطاتها في تعارض مع مبادئ القانون الدولي. يعني لا توجد دولة تحترم نفسها تتنازل عن سيادتها. كل الدول الفاشلة، ما هي الدول الفاشلة؟ هي الدول التي تعيف فيها الميليشيات فسادا، هي الدول التي تنازعها ميليشيات أخرى على سيادتها. وبالتالي حينما نتحدث عن هذا الوضع الاستثنائي، فحينما نبحث في تفاصيله، في خلفياته، نجد هذا المشكل القانوني الكبير، وهو مشكل تنصل الدولة الجزائرية من مسؤولياتها وتنازلها بحسب يعني ما تصرح به رسميا على عن يعني سلطاتها لصالح الجبهة الانفصالية، لصالح هذه الجبهة الانفصالية ولصالح هذه الميليشيا المسلحة. نعم أستاذ محمد، يعني تعلم علم اليقين أن هناك
ربما حساسية للمجتمعات الغربية للأوروبيين على وجه التحديد فيما يخص الانتهاكات الحقوقية التي تهم فئة الأطفال، وهذا ما كان حاضرا على مستوى الندوة الفكرية والتي كان فيها نقاشات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان هناك في جنيف، وشاهدنا ممثلين عن جمعيات حقوقية إسبانية على سبيل مثال للحصر جوديت سيجارا، وهي جمعوية إسبانية معروفة، بالإضافة إلى بيدرو إغناسيو ألتاميرانو من مؤسسة ألتاميرانو، وكان هناك نقاش عن أن أصبحت السياسة ممنهجة فيما يخص الانتهاكات الحقوقية الخاصة بفئة الأطفال، ومن أبرزها أكيد تجنيدهم وعدم تمتيعهم بحقوقهم الأساسية، على الأقل حقوق التواجد على مقاعد الدراسة. هل من تطورات ستحدث لهذه الآراء التي ليست لها أكيد أثر قانوني ملزم، ولكنها في نفس الوقت تعتبر آراء استشارية لمجالس تنضوي تحت لواء الأمم المتحدة ولهيئات حقوقية فاعلة؟ وكيف يمكن لك أن تقدم لنا قراءة في تعالي الأصوات الإسبانية؟ وسنعود للأراثون وغيرها من المقالات التي يكتبها أكاديميون حول الوضع الحقوقي المؤسف هناك في تندور. هو بالفعل كما تفضلتم، رغم تعدد أشكال انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات التي يذهب ضحيتها قاطن مخيمات تندوف على كافة المستويات، إلى أنه تبرز هذه الانتهاكات التي تستهدف الأطفال كغيرهم من الفئات الهشة، الأطفال، النساء، شيوخهم دائما في مقدمة ضحايا النزاعات والصراعات وهذا الأوضاع الاستثنائية كحالة قاطني مخيمات تندوف، لأنه بالفعل خطورة هذا الشكل من الانتهاكات على أنه أنت بشكل أو بآخر تصنع قنابل موقوتة، أنت يعني تفكك المجتمع ويعني تعرض المجتمع ككل لمخاطر جمة، لأنه هؤلاء الأطفال الذين يفصلون عن أسرهم في أولا في استهداف للبنة الأساس في المجتمع وهي الأسرة، ثم يزج بهم في السكنات العسكرية لأجل ثم يفرض عليهم التدريب الشاق والأعمال يعني أعمال السخرة، وحتى تطبق عليهم العقوبات العسكرية وهم دون سن البلوغ، فضلا عن تلقينهم الإيديولوجيات الراديكالية المتطرفة وتلقينهم يعني خطاب الكراهية والحض على العنف. بالتالي ماذا تصنع؟ بالتالي يتخرج لديك شباب فاقدون الأهلية للاندماج المؤسساتي والمدني، نظرا يعني غياب فرص حصولهم على الشغل، على تحقيق الذات، على ريادة المبادرات الخاصة، بسبب افتقارهم المهارات الحياتية الأساسية واقتصار تكوينهم تعليمهم على السلاح وعلى العنف. في بيئة يجب أن نشير أيضا إلى أن هذه البيئة تشهد تغلغل الجماعات المسلحة وانتشار كبير العصابات الجريمة المنظمة وارتباط ببؤر توتر أخرى في مجالات الساحل، وبالتالي يصيرون لقمة سائغة في يد هذه الجماعات، في يد هذه الميليشيات، وفي يد هذه المجموعات الجريمة المنظمة، وبالتالي بشكل آخر يتم تصديرهم ويتم الزج بهم. صحيح. في صراعات لا ناقة لهم ولا جمل فيها. وهذا كان في صلب نقاشات المؤتمرين هناك في جنيف، حيث تحدثوا عن التطور الأخلاقي لهذه الفئة الهشة للفئة الأطفال، وتحدثوا أيضا عن العالم المليء بالوحشية الذي يفرض عليهم أن يعيشوا فيه من خلال توجيهات الجبهة الانفصالية عبر تجنيدهم في هذه الجماعات العسكرية، ومنهم جزء يسير يتم استقطابه من طرف الجماعات الإرهابية التي وجدت ملاذا آمنا في دول الساحل وسط غيابا لمجموعة من الدول المركزية، بعد أن ربما يعني كان هناك انهيار تام لها في بلاد الشام. هذه الأمور ألا تؤخذ بعين الاعتبار كون أوروبا هي الأخرى الجار الآخر في الضفة الشمالية للمتوسط اكتوت بنار الإرهاب، وتخشى أن تتطور الأمور وأن يكون هناك انفلاتات من قبل هذه الجماعات؟ بالفعل ربما الهاجس الرئيسي بالنسبة لصانع القرار الأوروبي، بالنسبة للدوائر السياسية في مجموعة من البلدان الأوروبية، هو هذا الجانب الأمني لهذه المأساة الإنسانية. للأسف الجوانب الإنسانية لا تحظى بأهمية بالغة لدى صناع القرار على كافة المستويات الدولية بنفس القدر الذي تحظى به الملفات الأمنية والقضايا الأمنية. تصاعد هذه المخاطر الأمنية التي ترتبط بالبوليساريو أساسا وبالعلاقة ما بين هذه الجبهة الانفصالية وما بين جماعات المسلحة المنتشرة في بلدان الساحل وارتباطها برعاية مجموعة من الأنشطة الغير القانونية، فضلا عن يعني الإرهاب هناك مشكل التجارة في السلاح، التجارة في البشر، رعاية المخدرات إلى غيره من الأنشطة الغير قانونية. لكن ما يثير هاجس صانع القرار الأوروبي في السنوات الأخيرة هو مشكل الهجرة
مشكل الهجرة الغير قانونية والغير شرعية التي تتورط فيها البوليساريو من خلال الاتجار في البشر، وبالتالي غياب بالفعل غياب الحكومات المركزية في بعض المناطق ومن ضمنها مخيمات تندوف لا شك على أنه يساهم في تصاعد هذه المخاطر الأمنية. صحيح. لأنه حينما يفسح المجال للجماعات الإرهابية، هذه الجماعات المسلحة المنتشرة في البلدان الساحل في مقدمة على رأس بنك أهدافها. صحيح. يعني مصالح بلدان أوروبا، ودعني أنقل لك سواء تعلق الأمر بالرعاية، بالسياح، بالاستثمارات، بالبعثات الدبلوماسية وبالجيوش أيضا وبقواتها المتواجدة في هذه المنطقة. دعني أنقل لك ما ورد على يعني في الندوة التي سيرها بيدرو إغناسيو ألتاميرانو وهو رئيس مؤسسة ألتاميرانو، وكان فيها يعني ليس فقط من هم خبروا مجال حقوق الإنسان، ولكن كان فيها دبلوماسيون وفيها دبلوماسيون سابقون وفيها أيضا مفكرين وأناس في عالم السياسة والعلاقات الدولية. مما قاله الدبلوماسي السويسري السابق دانيال هينارو وهو هاينز الذي شارك في هذه الندوة، قال أوروبا عانت من حروب سابقة وتدرك الخطر الذي يمثله تجنيد الأطفال على الأمن، من الضروري اتخاذ تدابير لمواجهة هذه الآفة. بينما ذهب العالم السياسي والمستشار العلاقات الدولية ماتيو دومينيتشي قال أطفال الحرب ووصفهم بسرطان عالمي، وحذر من تزايد تجنيد الأطفال القادمين من مخيمات تندوف في منطقة الساحل. هذه التحذيرات هل لها أذان صاغية على مستوى منظمات أممية، على مستوى دول وحكومات التي لازالت اليوم لم تعد تميز ما بين العلاقة التي تربط الانفصال بالإرهاب، ولا تميز أيضا تلك الحاضنة التي توفرها الجزائر لجبهة انفصالية ليس لديها ما تخسر، تتاجر بكل شيء حتى بالمساعدات الغذائية الإغاثية التي تقدم من المنظمات الدولية لمحتجزين لا يستلمونها. هو بالفعل ألتاميرانو يقوم بجهد معتبر، سبق لي استقبلته هنا في مدينتي العيون والداخلة، وله شبكة علاقات واسعة خاصة في دوائر التنظيمات والجماعات السياسية التي تعنى بقضايا الأقاليم ذات الخصوصية الثقافية والسياسية، ويعني يشتغل إلى جانب مجموعة من النشطاء الذين تم التقرير بهم في فترات سابقة. مجموعة يعني تلك المجموعات التي تشتغل على قضايا الأقاليم كانت تتعاطف في السابق في مع هذا الطرح الانفصالي من منطلق خلفياتها الإقليمية وحتى الانفصالي. اليوم باتوا وحتى اليساري اليوم باتوا يكتشفون زيف هذا المشروع الانفصالي وزيف تلك الشعارات التي وظفها هذا المشروع الانفصالي وتناقضها، تناقض ممارسات هذا الكيان الانفصالي مع كل تلك الشعارات. هذا المشروع الانفصالي بات ينفضح يعني كيان ممارسات يمارس يعني ممارسات متخلفة رجعية لا علاقة لها لا بقيم اليسار ولا بقيم التقدمية. ألتاميرانو نفسه من تحدث عنها بالمساعدات أيضا. أكيد أكيد هو يعرف المشروع الانفصالي جيدا، خبره، هو ناشط إسباني من الأندلس ويعرف وخبر الصحراويون، خبر مجموعات ضيقة متعاطفة مع الكيان الانفصالي من الإسبان، من بعض الكيانات المجهرية التي كانت تتاجر بقضية الصحراء وكانت تجمع المساعدات في بعض البلدات الإسبانية، وبالتالي يحتك بهم ويعرف ماذا يجري في خبايا توزيع المساعدات ونهبها وتسول تلك المساعدات إلى ما هناك. بالتالي لا شك على أنه هو يمثل هذا التحول الذي يطرأ على تلك النخب التي كانت ترتبط بالمشروع الانفصالي لاعتبارات إيديولوجية وسياسوية باتت متجاوزة، لاعتبارات تعود لسياقات الحرب الباردة وحالة الاستقطاب. نعم. يمكن أن نضيف أستاذ محمد، يمكن أن نضيف في ذات السياق إن سمحت لي، يمكن أن نضيف أيضا الكاتب ألفاريس غارسيا وهو أيضا إسباني، هكتور ألفاريس غارسيا قال في، هو أكاديمي إسباني كتب في لاراثون مقال له، قال قيادة البوليساريو هي عصابة من المجرمين الذين فرضوا نظاما من الرعب في مخيمات تندوف، وأضاف في مقاله هو سجن في الصحراء حيث تنتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج. اليوم أصبحنا نجد مباشرة في تجسيد الواقع وتقديم دلائل وبراهين ممن خبروا كما تفضلت الميدان وتعاملوا مع أجيال ربما وليس فقط أسماء بعينها عاشوا هناك في هذه المخيمات،
وأصبحوا هم أنفسهم يعني يشيرون بالإبهام مباشرة إلى الحاضن الرسمي، إلى من يفوض سلطاته كما قلت في بداية هذه الحلقة، إلى دولة الجزائر. بالتأكيد في النهاية لا يمكن تغطية الشمس بالغربال كما يقال، هناك حالة احتجاز بالفعل، حالة حصار عسكري مفروضة على قاطني مخيمة تندوف، مصادرة للحريات، مصادرة للحق في التنقل. الكل يعني يتابع حالات مثلا التصفيات الجسدية التي حدثت يعني مرارا وتكرارا وبتتكرر بشكل يعني مهول في الفترة الأخيرة، يعني مخيمات مطوقة بالأحزمة الرملية، مطوقة بالثكنات العسكرية الجزائرية، مطوقة بالعناصر المدججة بمختلف أنواع الأسلحة، ويعني لا تتردد في إطلاق النار بدم بارد على أي متسلل أو أي مغادر لهذه المخيمات بدون الحصول على الترخيص العسكري، والدخول لهذه المخيمات والخروج منها لا يتم إلا بتراخيص عسكرية صادرة عن القطاع العسكري الثالث في الجيش الجزائري في تندوف. ويعني شاهدنا كيف قبل أيام فقط يعني تلك يعني المجزرة المروعة التي راح ضحيتها أكثر من 15 شاب من المدنيين العزل، لم يرتكبوا من ذنب سوى أنهم كانوا يبحثون عن سبل العيش، كانوا ينقبون بشكل تقليدي عن الذهب في بالقرب من في مسافة غير بعيدة. ليست المرة الأولى ولكن الوتيرة تتصاعد. صحيح. يعني وتيرة الاستهداف والتقتيل والتصفية تتصاعد، كان يتم إطلاق النار للحديث أستاذ محمد العيارات النارية. نعم. اليوم أصبح تعمل الأسلحة يعني المتطورة، الدرونات والقذائف الصاروخية إلى آخره، ضد مدنيين عزل لا يشكلون خطر. صحيح. لعناصر الجيش الجزائري ولا يشكلون أيضا أي تجاوز في النظام العام. نعم، وأيضا حتى من جوانب التنكيل بهؤلاء، خاصة ممن يبحثون عن قوت يومهم عبر عمليات التنقيب عن المعادن وعن الذهب على وجه الخصوص، هناك من حرق وهو حي وبمباركة من الجيش الجزائري، هناك من كما تفضلت تم قتله بأسلحة متطورة تستخدم ربما هناك في تندوف. ولكن يعني ما يبعث على القلق أكثر، وهنا أريد أن أتعرف منك أكثر أيضا على الخصوصية القبلية لعدد من القبائل المعروفة هناك في المخيم، والتي شاهدناها يعني تخرج للشوارع، إن كانت هناك شوارع أصلا في تندوف، ولكن على الأقل تتظاهر أمام ما يسمى بمراكز أمنية تابعة لميليشيا البوليساريو، تحرق مراكز أمنية أو نضعها بين قوسين لهذه الميليشيا أو العصابة كما أسماها أكاديميون وحقوقيون هناك في جنيف. ألا يمكن أن تتحرك بصورة أكبر، أن تفرض مجموعة من الضغوط ليس فقط على قيادات الجبهة ولكن أيضا على المحتضن الرسمي الجزائر، بما أنك تعلم خصوصية القبائل والفرد من أجل الجماعة والجماعة من أجل الفرد، يعني هذه قاعدة معروفة؟ لا، بالفعل هناك مؤشرين يمكن رصدهما من خلال ملاحظة هذه الأشكال الاحتجاجية التي بات يدشنها قاطني مخيمات تندوف في السنوات الأخيرة وبالخصوص في الأشهر الأخيرة. أولا تصاعد وتيرة هذه الاحتجاجات وانتشارها، ثم دائرة هذه الاحتجاجات باتت يعني التحشدات باتت يعني تشمل أعداد كبيرة من المحتجين ومن المتظاهرين، رغم يعني عودة هؤلاء، محاولة استنجاد هؤلاء المتظاهرين بالمعطى القبلي وتحشدهم في الإطارات القبلية، ولكنهم لا يلامون على ذلك لأنه لا توجد هناك أي إطارات مدنية، الإطارات المدنية محظورة بنص القانون، لا توجد لا جمعيات لا أحزاب، وبالتالي فضلا على أنه البوليساريو نفسها عملت لمدة طويلة لمحاولة إذكاء هذا المعطى القبلي. صحيح. في محاولة يعني لتفكيك المجتمع، استهدفت مكونات معينة، وظفت عصبيات معينة، مارست ممارسات إقصائية وعنصرية واستئصالية حتى في بعض المكونات، بالتالي أذكت هذا المعطى القبلي. لكن المؤشرين الرئيسيين الذين يمكن رصدهما، أولا على أن هؤلاء المتظاهرين باتوا يكسرون حاجز الخوف، باتوا يتجاوزون هيبة هذا التنظيم السياسي الذي كان يثير الرعب في أنفسهم،
وبالتالي شاهدنا كيف يقتحمون المقرات الأمنية ويقتحمون حتى ما يسمى بمقر الكتابة العامة أو رئاسة البوليساريو، مكتب إبراهيم غالي اقتحم في أكثر من مناسبة وهي يعني بدلالته الرمزية، وما يفترض أنه زعيم دولة مزعومة وكيان انفصالي مزعوم يدعي تمثيل هؤلاء قاطني مخيمات تندوف، فإذا بهم يعني ويعني بشكل أو بآخر هم يعبرون عن رفضهم لهذه الدعاية السياسية حين يقتحمون هذا المقر. تحدثت محمد سالم عبد الفتاح عن بن بطوش أو عن غالي، ورجل اليوم يقرر القضاء الإسباني متابعته بسبب الفاتورة التي لم يؤديها في المستشفى الإسباني الذي تلقى فيه العلاج، وقبل قليل تحدثنا عن الخصوصية الإسبانية والأكاديميين الذين يأتون من إسبانيا ويشاركون في ندوات في جنيف ويكتبون مقالات في لارافن وغيرها من الصحف الإسبانية. إسبانيا اليوم سياسيا بمنعطف تاريخي يؤكد مغربية الصحراء، إسبانيا اليوم قضائيا تتابع غالي، إسبانيا اليوم حقوقيا وإنسانيا مشهد آخر مغاير يكشف عورات البوليساريو. تحسب حساب الجبهة الانفصالية ومن خلفها الجزائر لهذا التحرك الإسباني غير المسبوق؟ لا، هو جزء ما كنت بصدده، ما تفضلتم به يشرح هذا الجانب. هو سبب انكسار هيبة التنظيم البوليساريو وسبب تراجع دعايته السياسية جزء كبير يعود منه لهذه التطورات الدبلوماسية التي يشهدها ملف قضية الصحراء ومقدمتها تغير الموقف الإسباني وتبنيها لهذا الموقف المتقدم الداعم للمملكة، وغيرها من الانتصارات التي تصب، غيرها من التطورات التي تصب في صالح يعني تكريس واقع السيادة المغربية وتكرس حالة الانهزام وحالة تراجع المشروع الانفصالي. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر هو افتضاح الطبيعة الإجرامية للقيادات الانفصالية، سبب انكسار هيبة التنظيم البوليساريو وسبب يعني كسر قاطني مخيمات تندوف لحاجز الخوف واقتحامهم لمقرات إبراهيم غالي، واكتشافهم خلفيته الإجرامية وتورطه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سواء من خلال شهادات الضحايا التي بات يتابعها قاطني مخيمات تندوف باهتمام بالغ، سواء من خلال أيضا تغطية الإعلام ومن ضمنه ميديان ومن ضمنه حتى بعض الإعلام الإسباني للتطورات المتعلقة بقضية تهريبه إلى إسبانيا لغرض العلاج بهوية مزورة إلى ما آخره، وبالتالي افتضح الماضي الإجرامي لهذه القيادات في مقدمتها زعيم الانفصالي إبراهيم غالي. لكن كنت أود أن أضيف مؤشر آخر يفسر هذه التطور، هذه الأشكال الاحتجاجية، وهو على أن قاطني مخيمات تندوف باتوا يكتشفون هذا التفويض المزيف لسلطات الدولة الجزائرية، وبالتالي شاهدنا كيف على أنهم باتوا يحتجون ضد السلطات الجزائرية رأسا، باتوا يعني شاهدنا كيف أنهم يقطعون الطريق أمام ما يسمى بوالي ولاية تندوف رأس سلطات جزائرية في تندوف الذي كان يمر عبر الرابوني، فإذا بالمحتجين يقطعون الطريق أمامه. شاهدنا كيف هناك احتجاجات على عملية توزيع مساكن في تندوف لصالح بعض قاطني مخيمات تندوف التي هي الأخرى فضحت تلك التركيبة الديمغرافية المعقدة التي لا تشمل المنتمين لقالم جنوبي ولكن تشمل أيضا العديد من البدو الذين تجمعهم من جنوب غرب الجزائر، من شمال موريتانيا، من شمال مالي، من غيرها من المناطق. وبالتالي الاحتجاجات باتت تأخذ منحيين، يعني الاقتحام مقرات القيادة ولكن أيضا الاحتجاج على السلطات الجزائرية رأسا. نعم أستاذ محمد سالم عبد الفتاح، سؤال مركب وهو سؤال أخير بالنسبة لغالي، وتحدثت عن المواقف الإسبانية، هل يمكن ونحن نعلم بأنه كان هناك استدعاء لمحكمة في مدريد والرجل متابع قضائيا من ضحاياه ومنهم من قام باغتصابه وهناك شهادات حية وهناك قضايا في المحاكم، هل يمكن متابعته في ذلك؟ وفي نفس الوقت كل هذا المشهد فيه زاوية أخرى فيها مكاسب دبلوماسية مغربية، كيف ينظر إليها الساكنة هناك في تندوف وهم يرون لا البوليساريو ولا حتى الجزائر في عزلة في هذا الملف؟ فيما يتعلق بمتابعة إبراهيم غالي، أعتقد على أنه اليوم هو يستفيد من يعني حصانة دبلوماسية توفرها له الجزائر من خلال جواز السفر الدبلوماسي، وهذا جزء يعني من جزء يعني جانب يفضح تورط النظام الجزائري الذي يرعى العناصر القيادية بشكل مباشر في ظل أيضا تفكك المعسكر الداعم الانفصال وتراجع عديد الدول وعديد البلدان التي كانت تتورط ودعم هذا المشروع فترات سابقة. اليوم الجزائر باتت لوحدها،
وبالتالي بات ينكشف تورطها خاصة من خلال فضيحة تهريب زعيم جبهة الانفصالية إلى إسبانيا بهوية مزيفة وإلى آخره من تلك التطورات التي شملت تغير الموقف الإسباني. بالتأكيد قاطن ومخيمات تندوف يتابعون تطورات التي يشهدها ملف قضية الصحراء، يتابعون هذه التطورات الدبلوماسية وكما والميدانية، ويتابعون حتى الوضع هنا، لأنه الصورة اليوم باتت يعني تقوض البروباغاندا الدعائية للانفصالية. اليوم قاطن ومخيمات تندوف يستفيدون من تغطية الانترنت ويلجون مواقع التواصل الاجتماعي وتواصلون مع ذويهم هنا في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ويتابعون الإعلام الدولي المستقل الذي يغطي تطورات في المغرب بشكل عام. في الأقاليم الجنوبية يشهدون يعني هذا المحطات الانتخابية التي تشهد مشاركة سياسية واسعة، يشهدون هذا الزخم الدبلوماسي الذي تتمتع به التي يحظى به الموقف المغربي، كما يشهدون الدينامية التنموية التي تعيش على وقعها الأقاليم الجنوبية للمملكة، في مقابل أنهم يقارنون وضعهم الاستثنائي، وضعهم الذي تغيب فيه الحريات، تصادر فيه الحقوق، تنتهك فيه حقوقهم الأساسية. يعني وهذه المقارنة بالفعل تدفعهم إلى تغيير بناء قناعات جديدة وتغيير أفكارهم ومراجعتها، ثم الاصطدام مع الكيان الانفصالي. نعم، ومنهم من وجه نداءات من قلب مخيمات تندوف من أجل العودة إلى حضن وطنهم. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، كنت معنا مباشرة من مدينة العيون. كل الشكر على الاستضافة. شكرا لك، الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. لكم أجمل تحية أينما كنتم، إلى اللقاء.